موجز الأخبار من البوابة نيوز، أهلا بكم. أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية جوسبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا. وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الإيطالي جوسبي كونتي في مطار القاهرة في زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي لمصر للقاء عدد من المسؤولين. هذا وقد أعرب كونتي عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة في ليبيا. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد معيض وزير المالية تقريرا حول الأداء المالي للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين روس أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر غادر موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت الخارجية الروسية أنها ستواصل العمل مع أطراف الأزمة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بعد أن انتهت المفاوضات من دون التوصل لاتفاق مع تباينات واسعة برزت حول بنود الوثيقة وتثبيت الهدنة. اعتقلت السلطات التركية 115 جنديا يشتبه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولان الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وذكرت وكالة الأسوشيتد بريس إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة جولان. ورياضيا، أكد مصدر مسؤول باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن المباراة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري ستقام في مصر يوم 24 من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أغلق ملف إقامتها في الإمارات وأن الأمن سوف يحدد ملعب المباراة وموقف الجماهير منها. أما مباراة السوبر يوم 20 من نفس الشهر ستقام في الإمارات وتحديدا على استاد محمد بن زايد كما تم الإعلان مؤخرا. وفنيا، تستعد النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت غدا بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهلا فاخر من أجل التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلهن نساء من ذهب وبدء البروفات قبل انطلاق التصوير الأسبوع المقبل والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان. يذكر أن المسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي كوميدي. يمكنكم متابعة المزيد من أخبارنا وبرامجنا عبر موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز دوت كوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.